اذا حرك الانسان ايها الاخوه المقص في الليل هكذا انه هذا لا ولا هذا فعل هذا. طبعا اكيد في ظروف نشأة هذه الفكره حدث شيء، واحد فعل هكذا مثلا فربما قص اصبع امه مثلا او ربما انف ابيه، وطبعا نشأت الفكره ثم عبرت دون ذكر مبررات نشأتها او ظروف نشأتها التشاؤم. كل ما ظهر التشاؤم لا يدرون لماذا، خرافه. النبي قال ما في طيره في الاسلام، هذه خرافات، هذا دين عقلاني، هذا كلام فارغ. لكن بعد ذلك يتم تطبيع افراد واجيال اخرى بهذه الافكار والاراء والسلوكات، تمرر ايها الاخوه تمرر لاجيال اخرى مبتوته عن سياقاتها، مقطوعه عن مبرراتها وظروف نشاتها. وهكذا نرى اجيالا ايها الاخوه تلو اجيال تتبنى حقائق واراء وتعصبات ومواقف مسبقه وتقليديات واشياء غريبه جدا دون ان تعرف لماذا. من هذا مثلا ايها الاخوه التشاؤم، كل ما ظهر التشاؤم لا يدرون لماذا. اذا حرك الانسان ايها الاخوه المقص في الليل هكذا انه هذا لا ولا هذا فعل هذا، شوف شديد مقص انا العب به في الليل، ايش المشكله؟ لا ممنوع. طبعا اكيد في ظروف نشات هذه الفكره حدث شيء عرضي اتفاقي صدفي، واحد فعل هكذا مثلا فربما قص اصبع امه مثلا ربما انف ابيه، وطبعا نشأت الفكرة ثم عبرت دون ذكر مبررات نشأتها أو ظروف نشأتها، وصار شيء اسمه التشاؤم. يقول لك مشؤوم، ليش مشؤوم؟ خرافة. النبي قال ما في طيرة في الإسلام، هذه خرافات، هذا دين عقلاني، هذا كلام فارغ. وهكذا كل طبعا بالآلاف الأمم أيها الإخوة، آلاف الظواهر التي يقع بها ومنها التشاؤم، آلاف قد تعلل على هذا النحو، قد تعلل على هذا النحو. لكن المحيرة كما قلنا قبيل قليل كيف يعتقد بها الناس وهي خرافة غير معقولة بارئة من العقل، خلو من المنطق. هذا هو، هذا يحدث حتى في الأديان والعقائد والمذاهب والمنتحلات الملية بنفس الطريقة، بنفس الطريقة. هذا قصة القرود تتكرر، قصة القرود تتكرر دائما. لماذا لا يكشف عن حكاية القرود؟ لماذا قصة القرود تقدمنا وهي مستمرة نتقدم نحن دون أن ندري؟ تعرفون لماذا؟ لأن العقل الناقل الصاحي اليقظ الواعي نائم ويراد له أن ينام، هناك أي مؤامرة تنويم. وكل من يستعمل عقله هذا أيها الأخوة يشار إليه على أنه زنديق، على أنه عقلاني. أنا عقلتهم على فكرة، عقلتهم عقلاني، يستخدم العقل والعياذ بالله في شبهة كفر. بينما أمي الآن أذكرني أحد الأخوة الفضلاء جاز أمي الآن ذهب قبل فترة بسيطة جدا ليتم زواجه أيها الأخوة في بلد عربي مسلم من بلاد المعاهد العلمية العريقة التي تعلم الإسلام، وقال لي يا شيخ انا قال لي شيء عجيب جدا، تم امتحان ديني، قلت امتحان يعني تم تفتيش عليه. نحن نعيش في بلادنا الان نسبيا محاكم تفتيش انكويزيشنز، كاننا في العصور الوسطى الاوروبيه المظلمه ايها الاخوه، يفتش على عقائد الناس. قلت اوكي حدثني، قال لي طبعا، لان هذا الشيخ قبل ان يتم عقد زواجي لاحظ انني اناقش وعندي افكار متحرره عقلانيه في الدين متنوره ايها الاخوه. فقال لا لا لا، ليش احنا نورط ضد الناس مع واحد قد يكون كافر او زنديق؟ هيا نمتحن عقائدهم. برضوك ما دينك؟ ماذا تقول في هذا الرجل؟ ماذا تقول في عودة المسيح؟ ماذا تقول في الدجال؟ قال يمتحنني. قالوا أجبت بما أعتقد بما أندحل بجراءة. القواقع، القواقع الحمد لله تبارك وتعالى، والخلافيات قال أن أنتحل فيها آراء أخرى تعلمتها. وكانت النتيجة الله ستر الحمد لله ليس كافرا، قال لهم قال أهلي وأهل العرب ليس كافرا، هذا ليس خارج عن الملة، ولكن رأسه عنيد وعنده أفكار خطيرة جدا، يعني على شفا حفرة الكفر. دعا واحد يصف تفضلوا، هذا العالم العربي، هذا العالم الإسلامي، الإسلام دين العقل، دين التحرر، مباهاة فارغة. أنا أقول لكم